بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد جدا بيكم النهاردة، وسعيد إن أنا هشارككم محتوى عن العلاج النهائي للأنيميا. لما نيجي نتكلم عن العلاج النهائي للأنيميا، خلونا نقول بشكل مستمر إن ده شخص بيجي لنا العيادة يقول لي يا دكتور أحمد أنا بيجي لي دوخة بشكل مستمر وصداع مستمر وإرهاق مستمر، وهذه هي الأعراض الأكثر شيوعا اللي بنسمعها بشكل مستمر في العيادة عندنا. علشان كده كان من الضروري إن احنا أول ما نسمع هذه الكلمات من المريض، أول حاجة نعملها إيه؟ نعمل تحليل صورة دم كاملة علشان نتأكد إن هو بالفعل عنده أنيميا. تمام، عملنا هذه التحاليل وتأكدنا بالفعل إن هذا الشخص يعاني من الأنيميا. أثناء جلستنا معاه في المرة الأولانية بناخد منه التاريخ المرضي علشان نتأكد بالفعل ما هو سبب الأنيميا الموجود عنده بالظبط. يعني بس تعالوا اقول لكم ايه هي اشهر الاسباب للانيميا اللي احنا بنقابلها بشكل مستمر في العياده. نقدر نقول ان نقص التغذيه تعتبر من ضمن الحاجات الاساسيه والرئيسيه اللي بتقابلنا في العياده كسبب من اسباب الانيميا. برضو الناس اللي بتعاني من قرح في المعده، ترتبط دائما القرح في المعده بمشكله الانيميا. يعني اغلب الناس اللي يكون عندهم تاريخ مرضي بقرح او عندهم قرح بالفعل بيكونوا عرضة للاصابة بالانيميا. عشان كده لابد ان احنا في البداية قبل ما نتكلم عن علاج الانيميا لابد ان نبحث عن السبب في البداية، نبحث عن السبب عشان نتخلص منه من جذوره، يعني نقطع الشجرة من جذورها علشان ما تطلعش لينا مرة تانية. قلنا نقص التغذية تعتبر من ضمن الاسباب الرئيسية او المشهور عندنا في العيادة، قلنا قرح في المعدة، قلنا تاريخ المرضي بنزيف او وجود نزيف داخلي ممكن يكون برضو سبب من اسباب الانيميا عندنا. برضو القولون العصبي يعتبر برضو من ضمن الحاجات الاساسية اللي ممكن يكون ليها دور كبير جدا في حدوث الانيميا. طب ايه تاني يا دكتور احمد ممكن يكون سبب في وجود الانيميا عندنا؟ نقدر نقول عاذانا الله واياكم انواع من السرطانات مختلفة. بعض الأنواع من السرطانات المختلفة ممكن تكون سبب من أسباب الأنيميا عندنا. علشان كده بقول بشكل مستمر وبشكل دوري بقول لكم يا جماعة الخير، قبل ما نعالج الأنيميا أو قبل ما نمشي على البروتوكول العلاجي اللي أنا هقوله دلوقتي واللي هقوله بشكل كامل، وهي الأدوية اللي بنستخدمها في العيادات بشكل مستمر، لو شخص جالنا عنده أنيميا، الأشياء الرئيسية اللي احنا بنستخدمها في العيادات ديت قبل ما نستخدمها نتأكد ان احنا ما عندناش سبب للأنيميا. عايزين نعرف اول حاجة نتكلم فيها في العلاج، نتكلم عن ان احنا نتخلص من السبب. بعد ان نتخلص من سبب الأنيميا اللي موجود عندنا ننتقل بشكل مستمر وبشكل دوري ونقول ان احنا محتاجين اربع حاجات اساسيه. ركزوا معايا بقى على الاربع حاجات الاساسيه اللي احنا البروتوكول العلاجي او الادويه اللي احنا بنستخدمها والنظام الغذائي المتبع. نيجي نتكلم عن النظام الغذائي المتبع. طبعا النظام الغذائي بيختلف من شخص لتاني على حسب السن والوزن والطول والحاله الصحيه بشكل عام. علشان لما نيجي نعد نظام غذائي نراعي فيه المسموحات والممنوعات على حسب الحاله المرضيه بالظبط. لكن لابد لو احنا بنعمل نظام غذائي لازم يكون فيه هذه العناصر الغذائيه علشان بتحتوي على عنصر الحديد، لان احنا قلنا من اشهر الاسباب اللي بتقابلنا في العيادات نقص التغذيه، تعتبر من ضمن اشهر الاسباب لحدوث الانيميا في العيادات. فايه هي يا دكتور احمد الحاجات اللي احنا بنستخدمها او العناصر الغذائيه المهمه اللي بتحتوي على عنصر الحديد؟ نقول البتنجان والسبانخ والعسل الاسود واللحمه الحمراء. البتنجان والعسل الاسود والكبده والسبانخ والعسل الاسمر يعتبروا من ضمن اشهر الحاجات اللي بتحتوي على عنصر الحديد بشكل كبير جدا. لذا لا يصح ان يكون عندك انيميا وان يكون النظام الغذائي الخاص بيك لا يحتوي على هذه العناصر الغذائيه. يبقى اول حاجه قلنا بنعمل نظام غذائي بيحتوي على عناصر غذائيه تحتوي على الحديد زي السبانخ والبتنجان والعسل الاسود واللحمه الحمراء والكبده. ايه تاني بقى يا دكتور احمد احنا ممكن يعني هنستخدمه بشكل قوي وبشكل فعال لعلاج الانيميا؟ هناخد تاني حاجة هناخد اقراص الحديد.
ما نتكلم عن أقراص الحديد خلونا نقول بشكل جميل وظريف، قبل ما تستعمل أي صنف من الأصناف دي ارجع لطبيبك يعني علشان يديك الصنف الأنسب ليك، لكن أنا هتكلم بشكل عام دلوقتي. ما نيجي نتكلم أول حاجة في علاج الأنيميا بناخد برضو بعد ما نعمل نظام غذائي بناخد أقراص الحديد. أقراص الحديد في حاجات كتيرة جدا من وجهة نظري، يعني لو أنت موجود في مصر من أفضل الأشياء اللي احنا ممكن نستخدمها لعلاج الأنيميا حاجة اسمها الشوكو منستر. الشوكو منستر ده نقدر نقول عليه بشكل بسيط ان هو يستطيع ان هو يرفع لنا 1 جرام في الشهر. اولا نسبة الهيموجلوبين في التحليل بتاعتنا قد ايه علشان نشوف احنا محتاجين ان احنا نرفع قد ايه في الشهر عندنا، عشان نشوف ان احنا هنرفع قد ايه في الشهر عندنا واحنا محتاجين نستعمل اقراص الحديد لمدة قد ايه. في اصناف كتيرة جدا موجودة في الماركت، مثلا الشوكو منستر، الفيروسانول، الفيروترون، الفيروجلوبين، الجاينو فيروسانول، تعتبر دي كلها من ضمن الحاجات الأساسية أو اللي موجودة في الماركت كأقراص للحديد. قلنا بنعمل نظام غذائي، تاني حاجة بناخد أقراص حديد. وقبل ما تستعمل أقراص الحديد قلنا ارجع لطبيبك علشان تتأكد بالظبط من الجرعة اللي انت هتاخدها على حسب سنك ونسبة الهيموجلوبين اللي موجودة عندك. طب ايه تاني بقى يا دكتور احمد احنا ممكن نستعمله لعلاج الانيميا عندنا في العيادات؟ برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بنستعملها وبنستعملها بشكل قوي جدا فوليك اسيد. الفوليك اسيد له دور كبير جدا في تكوين كرات الدم الحمراء، عشان كده احنا بنكتبه من ضمن روشتة علاج الانيميا. قلنا اول حاجة بنعمل نظام غذائي صحي بيحتوي على عنصر الحديد، تاني حاجة بناخد أقراص الحديد، تالت حاجة بناخد الفوليك أسيد أو حمض الفوليك. طب رابع حاجة بتبقى موجودة معنا في روشتة واللي هي يعتبر الحاجة الأخيرة والنهائية واللي هي برضو لها دور كبير جدا في علاج الأنيميا، فيتامين B12. فيتامين B12 يعتبر من ضمن الحاجات اللي بتساعد أيضا على تكوين كرات الدم الحمراء، علشان كده احنا بنكتبه معنا في روشتة علاج الأنيميا. طب ايه هي؟ يبقى احنا كده قلنا 4 حاجات اساسية. خلونا نلخص الحلقة بتاعتنا دي بشكل سهل وبسيط، ان ده مريض بيجي لنا العيادة عنده صداع مستمر وارهاق مستمر ودوخة. لو جالنا العيادة بنديله بنعمل له تحليل صورة دم كاملة علشان نعرف نسبة الهيموجلوبين اللي موجودة عندنا ايه، وبناء عليها نحدد ليه الجرعات المختلفة من الادوية اللي احنا بنكتبها له. تالت حاجة علشان نعالج هذه المشكلة محتاجين أول حاجة نعمل نظام غذائي صحي بيحتوي على عنصر الحديد زي الكبدة والسبانخ والعسل الأسود والبتنجان. برضو من ضمن الحاجات الأساسية بنكتب له حمض الفوليك، مع حمض الفوليك بناخد فيتامين B12 علشان نحن نساعد على تكوين كرات الدم الحمراء عندنا. وبكده تكون خلصت الحلقة بتاعتنا النهاردة. شكرا ليكم، لو انتوا وصلتوا لحد هنا ادعمونا حتى لو بكلمة طيبة في التعليقات تحت، ولو عندك اي سؤال طبي ممكن تحطه لنا في التعليقات، وان شاء الله رب العالمين هنجاوب على كافة الاسئلة وكافة التعليقات الخاصة بكل الناس. بس ما عليك ان انت تسيب التعليق بتاعك، ولو انت عايز تدعمنا اكتر وتقول لنا شكرا تقدر ان انت تضغط لنا لايك، ومع ضغط اللايك تروح عامل مشاركة او تشاركه في جروب العيلة الخاص بيك، او تساعدنا في نشر هذه المعلومات الطبية علشان نساعد ان احنا نطور من نفسنا بشكل مستمر. شكرا ليكم، دمتم بصحة وعافية.